طيب صبر يا دكتور، بتقول ان طولها 165، الوزن 100، والدهون متركزه في الجسم كله بس بتبان قوي في منطقه الارداف، ومش بتقدر تسيطر على الاكل نهائيا، مش عارفه تعمل ايه. طيب احنا قدام حالة يعني عندها سمنة شراهه في مفرطة، الاكل. سمنة مفرطة شراهة في الأكل. طيب هل الإنسان الشره في الأكل أو شهيته عالية أو محب للأكل؟ محدش فينا بيحبش الأكل، تمام؟ صح. ولكن أنا بتكلم الناس اللي ما عندهاش الكنترول ده، هي مشكلتها الأولى هي شراهة في الأكل، سمنة مفرطة. مستحيل النوع ده تقول له اعمل دايت. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. ليس من المنطق حد شهيته عالية وتقول له كل ربع رغيف، ربع فرخة منزوع الجلد، بيضة الصبح مسلوقة، كوباية زبادي، كل ده جميل وكميات قليلة مكننة، ولكن هي لو من البداية عندها الكنترول ده ما كانتش بعتت مشكلتها، تمام؟ فلازم أديها مادة فعالة مركبة. المادة الفعالة دي تعمل ايه؟ تقفلها شهيتها، ولازم تكون من عشب نادر. معروف ان السيليوم، كل الدراسات بتقول ان المعدة بتقدر تحتفظ بيه 14 ساعة، يعني 14 ساعة اللي داخل هيتمنع، تمام؟ فما بقاش هنا في اكل، فمش هتتخن، فهتسحب من المخزون، فهيطلع على شكل طاقه. هو انت مشكلتها وتشخيصي ليها شهيه عاليه، لازم الكورس بتاعها يكون مكون من اكتر من ماده، هي يعني ماده فعاله مركبه، ممكن اضيف لها الجارسينيا، بلس ان انا كمان اديها دروبس تعلي معدل الحرق، علشان هي عندها سمنه في في المنطقه منطقة السفلى الأرداف. اللي هي الجسم الكمثري، وده في الغالب بيكون له شق جيناتيك اللي هو وراثي برضو، تمام؟ اما نيجي نتكلم في ده لازم ليها حركه، بس بعد فقدان 30 كيلو علشان تقدر انها تعمل الحركه دي. كمان وارد جدا في المستقبل لا قدر الله، وده عن خبره، يتضرر اخر فقرتين في العمود الفقري، وده بيعاني منه اصحاب الجسم الكمثري. فده بقى اللي انا بقوله، ان السمنه بوابه لكل الامراض.